ليش تريد تشيل العوائل؟ فهاي العوائل ساكنه ببيوتها وما تطلع من بيوتها، اما تموت او تخلونها ببيوتها، هذا مطلبها الوحيد. حكومة السودان أقرب لمن؟ لطهران أم لواشنطن؟ لطهران. لطهران. الدليل ربط السكك مع إيران. ولا واحد انقرب السكك الإيران. ورغم أنك هذا ربط خاص للمناسبات الدينية. لا 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 لا. لو كان ربط السكك للمسافرين كان خلوه حمولة محورية. أغلب العراقيين ليسوا مع ذلك، مع هذا الربط السككي، مع هذا الإجراء. والدليل على ذلك هي تصريحات يعني نائب رئيس الوزراء الإيراني وزير النقل عندما قالوا، أنت ذكرت نصا من تصريحاته، ومباشرة الربط بين هذا وموضوع الطريق الذي سيفتح لإيران على البحر المتوسط مرورا بسوريا.